ممكن اقعد لي في اليوم يعني بتاع 8 9 ساعات. تضييع للوقت. عندهم 10 سنين 9 سنين وبتلاقي اقل كمان. عندي فيسبوك حوالي 3 سنين. التقدم ده موت الكتاب. انها السوشيال ميديا، هذا الزائر الذي أصبح جزءاً أساسياً من حياة شبابنا العربي، حتى أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد أنه بات على رأس اهتمامات أكثر من 80% من شباب العرب، بل ومن أطفالهم أيضاً. أنا عندي فيسبوك من أول ما كان عندي تقريباً كانت 9 سنين تقريباً. علاقتي بالفيسبوك إن أنا ممكن أتعرف على ناس من صحابي يكونوا بيتكلموا من بره، ممكن أعرف مثلاً النتيجة بتاعتي، ممكن أتعرف على ناس من بره، ممكن اعرف النتيجه بتاعت النادي المفضل ليا. زمان ناس كبار تمام وطلبات جامعات بيستعملوه في التعليم والكلام ده، انما دلوقتي بتلاقي ناس عيال صغيره يعني عندهم 10 سنين 9 سنين وبتلاقي اقل كمان بيستعملوه في الالعاب، وممكن واحد يقعد 6-7 ساعات. هذا التزايد الكبير في استخدام الشباب للسوشيال ميديا كان من المفترض ان يعمق وعيهم الثقافي، خصوصا وان القضايا السياسيه والاجتماعيه تحتل مساحات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الغريب أن استخدام الشباب العربي لهذه المواقع كان سبباً مباشراً في تسطيح وعي النسبة الأكبر منهم. استخدامي للفيسبوك بيبقى مثلاً معظم الأوقات تضيع للوقت، مثلاً الواحد بيبقى زهقان بتاع فبيخش يقعد شوية على الفيس يضيع معظم وقته وكده، او مثلا اتعرف على بعض الاصدقاء الجداد يعني اصاحب حد جديد اكلم حبيبتي، يبقى التسليه مش اكتر بس، وبنتكلم بعض نهزر نبعت صور كلام كقصص والكلام ده وتعريف كدراسه بس وهزار بس تسليه. اما هذه الكتب فيبدو انها كانت الخاسر الاكبر في لعبه الشباب والسوشيال ميديا، فكل المتابعين لمجال الكتب يجمعون على ان زياده ارتباط الشباب العربي بمواقع التواصل قابلها انخفاض شديد في ارتباطهم بالكتب وبعاده القراءه. الحاله الثقافيه اللي احنا بنمر بيها سواء في مصر او العالم العربي ضعيفة جدا، لأن التقدم ده موت الكتاب. لهذا تلاقي إن عدد كبير من المؤلفين ما بيعملوش كتب زي الفترة القديمة، لأن طبعا أنا بعتبر هي التطور ده جه تدمير للناحية الثقافية، لأن احنا بنستخدمه غلط. السوشيال ميديا في النهاية تبقى مجرد وسيلة محايدة تتوقف نتيجتها على طبيعة الاستخدام، فهي كالسكاكين التي يمكن أن تعد لك أنفع الأطعمة، وهي ذاتها التي يمكن أن تذبحك إذا أسأت استخدامها.